وينضم إلينا من واشنطن الباحث السياسي والدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. بداية، كيف تقرأ إعلان التحالف الدولي في بيانه عن عدد ونوع عملياته ضد تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا؟ شكرا على هذه الاستضافة. بشكل عام، يعني التحالف يعلن يعني أحيانا على مدى شهري أو أحيانا عبر إيجازات، يعني كل إيجاز في الشهر الرابع الصور آخر إيجاز كان يعلن عن عمليات بخصوص يعني استهداف أعدائه في العراق وسوريا، ويقول أن حلفائنا الاثنين في هذه العمليات هي القوات العراقية في العراق وقوات قسد، يعني قوات سوريا الديمقراطية في المناطق الخاضعة لسيطرته. هذان هما الشريكان اللذان تشير لهم الولايات المتحدة بالاسم. هذه المرة الإعلان فيه قدر من التفصيل، ويبدو لي أنه يعني يعكس أولا إحساسا بالثقة بخصوص وجود هذه القوات في العراق. يعني سابق على مدى سنوات يعني قليلة كانت هذه القوات لا تعلن عن عمليات التي تعلنها هي القوات العراقية، ويتم عادة الحديث في السياقات اللي يتم فيها الحديث عن العراق بشكل عمومي من دون الدخول في التفاصيل. هذه المرة هناك دخول في التفاصيل، هناك إطراء على القوات العراقية، الإطراء عموما هو مستمر، لكنه هناك شيء لا. هذا يعني بأن القوات العراقية قادرة على مواجهة ملف داعش بمفردها في المستقبل القريب؟ لا، ليس هكذا. حتى يعني جزء من البيانات التي تصدر، يعني إلى مثلا بيان في يوم 4/7 دائما يشير عن عمليات تدريب للقوات العراقية في الخالدية، في بغداد، قبلها ببضعة أيام في الموصل، تجريب أسلحة معها خصوصا في إطار القوة الجوية، الدفاع الجوي، الرصد الاستخباري. حدوث هذه الأشياء يشير إلى أنه هو يعني لا توجد قناعة أمريكية أن القوات العراقية تستطيع لوحدها أن تقاتل داعش. مشكلة في الاستخبارات، ولديها مشكلة في الدعم الجوي، في استخدام القوة الجوية، وهذه أعلنها يعني سابقا حتى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حينها في وقتها أعلنها، ويعني يؤكدها عسكريون عراقيون كبار في سياقات مختلفة. دكتور عقيل، تعتقد بأننا سنشهد خلال الأيام المقبلة زيادة في الطلعات الجوية من قبل سرب التحالف الدولي نتيجة أنه ما تبقى من عناصر تنظيم داعش أغلبهم في مناطق وعرة والقوات البرية قد لا تفي بالغرض؟ هم يتحدثون عن استعداد للقيام بالمزيد من الفعاليات الجوية. هل هذا يعني أنهم سيقومون بها على مدى الأيام المقبلة؟ يعني من الصعب الحكم على هذه الأشياء، لكنه على في إطار ما يحصل في سوريا هناك زيادة في الفعاليات الجوية الأمريكية، هناك مخاوف من احتمال اشتباكات ربما جوية مع بين روسيا وأمريكا في تلك المنطقة. لا أعتقد أن هذه ستصل للعراق، لكن ما يبدو واضحا لي أنه القوات الأمريكية أو ما يسمى بالعزم الصلب تشعر أنها لا تحتاج أن تختبئ، تستطيع أن تعلن عن عملياتها، وتشعر أنها في شراكة مريحة مع القوات المسلحة العراقية. وهذا بالنسبة لي يشير إلى ضوء أخضر سياسي أنه بالإمكان أن تقوموا بهذه الأشياء. في السابق في عهد حكومة الكاظمي مثلا العزم الصلب لا يصدر تصريحات كهذه، لا يتحدث عن عمليات كهذه، يعني أحد أشكال الاختفاء السياسي، يعني كي لا يستغل وجوده ضد حكومة الكاظمي في حينها أو ضد الولايات المتحدة. يبدو هذين التهديدين اختفيا الآن. دائما ما يؤكد التحالف على التزامه بمكافحة تنظيم داعش، برأيك هل سيكون هنالك تغير في استراتيجيات التعامل مع هذا التنظيم نتيجة تغير الوضع؟ يعني أنا أعتقد لا توجد تغيرات كبيرة. تأكيد الولايات المتحدة على هذا الأمر ليس مرتبطا بالتقنيات العسكرية، هو تأكيد سياسي وقانوني. وجود القوات الأمريكية في العراق وسوريا مرتبط بقرار لمجلس الأمن الدولي في 2014 لمكافحة تنظيم داعش، وهذا القرار ما يزال ساريا ويتم تجديده
فترة بعد أخرى، أعتقد جدد يعني في هذا العام. هناك دائما تحفظات سورية على أنكم تحتلون أرضنا، وجودكم غير شرعي. الولايات المتحدة، وليس فقط الولايات المتحدة، هي القوة الرئيسية. يعني هناك 30 بلد لديهم قوات مجاميع صغيرة مع الولايات المتحدة. فلذلك الخطاب الأمريكي، الخطاب الرسمي الأمريكي، يؤكد المهمة التي نص عليها القرار الدولي في 2014، وهو مكافحة تنظيم داعش. ورسميا القرار مكافحة داعش ومكافحة النصرة وأتصور أحرار الشام. هذه صنفت في حينها على أنها منظمات إرهابية، داعش عابرة للحدود. يعني التنظيم الآخر، النصرة وأحرار الشام، هذه فقط في سوريا.